نحن عناصر فرع مرور ريف دمشق قسم العمليات، حاليا متواجدين بساحة السيد الرئيس بجرمانة. عملنا هو فك الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير ومساعدة الأخوة المواطنين ومستخدمين الطريق والإعلام عن أي طارئ بحينه. بهذا الشهر الفضيل بنحب نقول للأخوة المشاهدين كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله رمضان سعيد عليكم. نحن عناصر شرطة المرور في جرمانة نعايد الأخوة المواطنين وقائد الوطن السيد الرئيس بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا نحن متواجدون على مدار 24 ساعة في منطقة جرمانة تقديم المساعد لإخوة المواطنين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أدي واجب الوطن في حماية المواطن وتسيير حركة السير وتأمين الأمن والأمان للشعب السوري أجمعين، ونحب نعيد أمهاتنا والشعب السوري بهذا الشهر الفضيل.